انا عندي الم في الظهر في ركابي في اي حاجه صحتي كامله تضرني. لما تنشوف شو عايش بواحد لاباراي هي باش كانت تمشى هابطه لي من راسي حتى الكرشي. سو كنقول لك يقولوا لي واش غير انت اللي عندك ولدك مو راه ماشي غير ولدي كنهضر على المعاقين كاع كاملين اللي ما عندوش المعاق راه ما حاسش بشي واحد ما كنستفد من حتى شي حاجه ديالو ما كنستفد لا من الاعانه ديالو ما كنستفد حتى شي حاجه. وانا كنتمنى ان هاد الناس اصلا ما عندهم ما يدار ولي تيعيطوا الناس يتفلاو عليهم كنتمنى اصلا ما يكونوش من المتابعين حيت ما يشرفنيش انا ناس بحال هكا كيتابعوني او يشوفوني او نهضر حتى معاهم ما يشرفنيش. السلام عليكم متابعينا الاعزاء متابعين صوت العداله من مدينه مكناس احييكم. اذا اليوم جيت عند هاد الاسره هادي صراحه هاد الاسره المكلومه او اللي كتعاني الامرين كتعاني ضعف في الماده وضعف كذلك الابن الوسيم كيعاني من عدم النظر. وانتم كتعرفوا ان الانسان من تيكون ما تيشوفش هاد الحياه اول حاجه تتحرم من واحد الحاجه اللي سميتها النظر قالك اللي ما شافش ما عاش كما تنقولوا بمثل المغربي. اذا حنا جينا عندهم باش نعرفوا المعاناه واكيد غادي نديروا واحد النداء باش يساعدوها المحسنين وغادي نهضروا في امور اخرى. اذا خليكم معنا وغنعرفوا اكثر. اول حاجه ناخذ الكلمه ديال وسيم. وسيم مرحبا بك معنا على صوت العداله. شكرا اهلا وسهلا بكم. كنتمنى من الله ومن المحسنين ومن سيدنا الله ينصرو باش ما يخيبش هذا الفيديو اللي شافوا يعاوننا. الوالده ديالي مريضه انا عندي الم في الظهر في ركابي اي حاجه صحتي كامله تضرني. قولي وسيم شنو الالم اللي شنو تتعاني شنو المعاناه ديالك؟ انا ما تنشوفش وعايش بواحد لاباراي هي باش كنتمشى هابطه لي من راسي حتى الكرشي. والحمد لله وانا كنطلب من الله ومن المحسنين باش يعاونوني باش نقرا. بغيت يعني نقرا بغيت نكون مستقبل ديالي. الوالد ديالي خدامتي غرادو الوالده مريضه. شنو المعاناه اللي كتعاني انت ماديا؟ القرايه ملي كتمشي تقرا شنو ما كتلقاش؟ قولي شنو الامور الاساسيه ما كتلقاهاش؟ ما كنلقاش مثلا بحال نعطي هكا لشي دري يعلمني طريقه برايل يزيد لي السوايع يدير لي شي حاجه. مهم انا بغيت غير المحسنين يعاونوني هادشي اللي كنطلب. ما كتمشيش مؤسسه عموميه يعني ديال الدوله؟ لا ما كنمشيش. علاش ما جربتيش تسجل فيها؟ ما كاينش جمعيات ما عرفناش. وهذا من هنا وجه نداء حتى لجمعيه المجتمع المدني. لاش كنوجه النداء حتى الجمعيه ديال المجتمع المدني باش يعاونوني يخليونيش يساعدوني الله يجازيهم بخير ان شاء الله. اذا النداء ديالك واصل دابا نشوف الوالده ديالك والمعاناه اللي كتهز. السلام عليكم لالا. عليكم السلام. مرحبا بك معنا على صوت العداله. اولا قولي لالا انت مع الابن ديالك شنو المعاناه اللي كتعاني؟ كنعاني منه من هادشي ديال الطبيب ديالو حيت هو ما كيشوفش وعايش بواحد لاباري. فعمرو دابا 14 عام راه 5 ديال العمليات اللي دار في المركب وغير اللي تكلفوا به. هذا اول دابا راه متبعه له في المركب كل شهر عندي ليه الكونترول ديالو. وكتلقاي رعايه ملي كتمشي المركب؟ ملي كنا خدامين بالراميد كانت مزيانه. دابا ما كاينش. دابا كيقول لك خلص عاد تبع الامو باش غادي تخلص. ما كاينش باش غادي تخلص يلا. وهذا من المساوئ ديال البرامج اولا من الامور اللي تيقولوا هما انهم الدار جديده هاد لامو. هذا هادي من المساوئ ديالو. خلص عاد شوف واش يردوا لك. هادي من المساوئ. الناس دراوش راه ضرهم كثر من اللي نافعهم. اذا هذا نداء حتى هو للسلطات المختصه. هنا اللي دار هاد الامو ما دار فيها نيت والو لان الرميد كنا كنحطوا الرميد وفوتوكوبي ديال لاكارت وفوتوكوبي ديال الرميد كيتكلفوا بالمصاريف ديال الطبيب. دابا ما كاينش. دابا كتخلص ودفع له الله يشوف واش يردوا لك ولا لا. وشوف واش يردوا ولا ما يردوش. هو راه عنده سكانير. فاش مشيت للسكانير ديالو قالوا لي غتخلصي 15000 ريال ودفعي الامو. رجعت بحالتي ما عنديش للاسف. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا احسن الكلام. نعم قولي لي لالا شنو انت كطالبي من المحسنين الناس ذوي القلوب الرحيمه شنو تطلبي منهم؟ هالكاميرا امامك هضري معاها. كنطلب من الله ومن المحسنين ومن سيدنا الله ينصرو الا شاف هاد الفيديو هذا. ماشي غير ولدي علاش كنهضر ديال هادشي ديال الاعاقه؟ راه ما كيحس بالاعاقه غير اللي عنده الاعاقه. كيهضر شي واحد كيقول لك كنمشي عند شحال من واحد. حتى ملي كنت في ميدالت كنمشي عند شي واحد في ميدالت وكنقول له كيقولوا لي واش غير انت اللي عندك ولدك معاق؟ راه عندي ولدي اعاقه. انا هي عيني انا هي يدي انا هي رجلي. الا ما كنتش انا راه ما كيلولو. كنطلب من الله كنطلب الله كنطلب الله. هاد الولد الا باغي يقتلني
يدي ولدي عاد انا من موراه، لاني الا بقى ولدي راه ما كاينش اللي غادي يكون به. ما عندي لا باش نقز الكرام، ما عندي لا باش نقري سوا وما توالا، ما عندي باش غادي نديرهم لهاد الولد. واش هاد الولد ما عندوش حقه في الدوله؟ راه ماشي غير ولدي، كنهضر على المعاقين كاع كاملين. اللي ما عندوش المعاق راه ما حاسش بشي واحد، ما كنستافد من حتى شي حاجه ديالو، ما كنستافد لا من الاعانه ديالو، ما كنستافد من حتى شي حاجه. ولدي الا ما خدمتش ولا الا ما تقطعتش على شي حاجه، راه ما كاينش اللي غادي يدق الباب يقول لك هاكي. كنطلب من الله ومن المحسن ومن سيدنا الله يسوي لي شفاء الله لا يخيبوش. إذن متابعينا الأعزاء، ما لقيت ما نقول تخونني التعابير، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه اللي غادي نقول. وموضوع آخر اللي غنتكلم فيه مع الأم ديال الطفل وسيم، اللي هي أنها ديجا داز مع واحد منابر إعلامية، لا داعي لذكر الاسم أكيد. قولي لي لالا، ملي دزتي معاهم الاتصالات اللي كانوا كيجيوك، شنو ردود الأفعال؟ شنو كانوا كيقولوا لك؟ الناس الناس نعم الناس نعم قول هضرة خايبة. كل واحد واش كيقول؟ كاين اللي كيقول لك صيفطي لي السميه والكنيه، وكل واحد واش كيجرحك. السيده صونات عليا قالت لي واش انت اللي عندك شي وليد ما كيشوفش؟ ايه. قلت لها ايه. قالت لي بغيت سيد ربي، قالت لي حرق لك، قالت لي ضو عينيك راه محروق لولدك. لا اله الا الله محمد رسول الله. المجتمع ديالنا هذا هو اللي كاين. إذن امر مؤسف جدا صراحه، باش شخص وصلت به العظم وخرج باش يدير فيديو باش يترجى الله اكيد، ومن بعدو يترجى الناس المحسنين، وتنوض انت او انتي وتهز تليفون بلا عكز عليك وبلا قلة الشغل باش تعيط للسيده وتبقى تحكي عليها او تعايرها. اش غادي نقول؟ رأ ما بقى لي ما نقول من بعد ما كتقول هاد السيده انها شوف حاله انسانيه. واش كتعرفوا عباد الله شنو هي حاله انسانيه؟ بلا ما راه يحيد من اللحم وتعطي الناس الا كان فيه الانسانيه وكان بصح تيقول انه رجل او انه مراه بصح فيها الانسانيه. لكن للاسف حنا ما بقى كيجمع بينه وبين الحيوان، شكون اللي كيفرقنا؟ الانسانيه. فهاد الناس اللي كيديروا هكا راه باين شنو هما. لا ما لقيت ما نقول لك انا. وزياده على هذا الشيء، فملي تي واحد تيعيط لك وتزيد انت مقهوره وتزيد يقهرك، كوني اكيد راه عند ربي، عند ربكم تختصمون. فربي ما غاديش يدوز هذا الشيء هكا وصافي. فالسيده ما خرجات وكتدير نداء المحسنين حتى انها فعلا مضروره، واكيد غادي نحطوا الرقم ديالها. ولكن هذه المره غادي نقولها وغادي نسطر عليها اللي ما، وانا كنتمنى ان هاد الناس اصلا اللي ما عندهم ما يدار واللي تيعيطوا الناس يتفلاو عليهم، كنتمنى اصلا ما يكونوش من المتابعين، حيت ما يشرفنيش انا ناس بحال هكا كيتابعوني او يشوفوني او نهضر معاهم، ما يشرفنيش. الا كانوا ناس فعلا غادي يتعاونوا مع السيده، حتى الا ما عاونتيش عاون غير بدعوة خير، نشوف الفيديو وقول الله يجيب لي عاونها كاع من الاخر. هذا هو جهد كاع، ماشي تعيط لها وتبدا تفلع السيده وتجرحها وتبقى تقول لها كلام اللي طايح. ودوزنا حالات وحالات وتتشكاونا من هذا الامر هذا. كيفاش بغيتوا نتوما الاوضاع تحسن وانتوما خايبين؟ راه ما غادي تصلح حتى حاجه الا ما صلحش الانسان براسو، يبدا بنفسه، بدا براسك. لكن للاسف هاد الناس اللي تنهضروا عليهم حنا كنظن مفقود فيهم الياس للاسف، هادو لا داعي باش نهضروا معاهم اصلا. فانا كنقولها وكنعاودها، لا يشرفوني ناس بحال هاد النعادو انهم يتابعوني او حتى يهضروا معايا. اذا لالا كرساله اخيره اللي تبغي تقولي للمتابعين، اكيد كنقصد المتابعين الناس اللي غادي يسمعونا ذوي القلوب الرحيمه. اللهم سيدنا ومن المحسنين، الله يجازيكم بخير اللي شاف هذا الفيديو، يحط راسو في بلاصه هذا الوليد، يدير هذا الوليد عنده في الدار، يدير هذه الحاله عنده في الدار. دي الكلمه الاخيره ديالي، الله يجازيكم بخير. وسيم عطانا كلمه اخيره. انا كنبغي نشكر الناس والمحسنين، وكنبغي هذا النداء يوصل سيدنا والناس اللي كيتفلاو ما يصونيوش، الله يجازيكم بخير. انت عانيتي مع هاد الناس اللي كيتفلاو ياك؟ انا عانيت، واخا ما الوالده ما كتبغيش تقول لي، ولكن انا كنحس بالوالده ديالي مقلقه. ماشي حشومه عليكم، حشومه حسبوا هاد الحاله عندكم، ديروني ولدكم. وكنوجه حتى الرساله لسيدنا الله ينصرو، الله يجازك بخير. الا شتي هاد الفيديو ما تخيبوش، راني ولدك، راني خوك، ديرني اي حاجه الله يجازك. نتمنى حتى من الناس اللي شافوه ما قدروش يعاونوا بشي حاجه يعاونوك بالبارطاج على الاقل. كنتمنى من الناس واللي شافوه واللي ما قدرش يعاونني يعاونني غير بالبارطاج على الاقل كما قال، والدعوات كما قال الاخ ديالي. وكنشكر صوت العداله، كنشكرها بزاف، شكرا بزاف. مرحبا. اذا متابعينا الاعزاء، احنا غادي نكونوا هنا وصلنا لنهايه هذه الحلقه هذه، على امل ان المحسنين يتدخلوا ويتصلوا بهذه الاسره اللي غنحطوا الرقم ديالها، وغيكون تواصل مباشر. فاحنا ماشي بقى عندنا علاقه ملي تتحط الفيديو، تيولي الرقم مباشر مع السيده اللي هي الام ديالو، تواصلوا معها اكيد فيما هو فيه خير. الله يسهل الامور، هادشي اللي كنتمنوا. ما غنديو معنا والو، كنديو معنا الاعمال ديالنا، وهذه فرصه للناس بما انهم يوصلهم الخير. لحقاش كاين بزاف اللي عندهم فلوس وما عارفينش فين يديروا الخير، مابقاوش كيتيقوا. حنا بدورنا كاعلام
كنجيو عند الحالة حتى المنزل ديالها وكنصوروا ما يمكن تصويره. انتم الحالة امامي، يعني انا علاش نكذب؟ وكل واحد السمعة ديالو ولا بلاكتو مورا ظهرو كيف تنقولوا حنا. الحمد لله عمرني دخلت في شي حاجة ماشي هي هذيك، وكنتمنى من الله انني ما ندخلش فيها حيت ما غندوم معنا حتى حاجه كنقولها اولا واخيرا. اذا متابعينا الاعزاء وصلنا لنهايه هذه الحلقه، وكان معكم ربيع دحاني.